بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفكر وتدبر قرآنك بين يديك وأنت مبصر، كيف تتلو القرآن وأنت لا تبصر؟ سورة البروج من الصور العظيمة الجميلة الحلوة اللي الكبير والصغير لما بيقرأها بيحس فيها ببعض الأريحية والنفس المطمئنة. إزاي؟ سورة البروج تحكي قصة ثلاث معارك، مش ثلاث معارك يعني حروب، لا، ثلاث معارك ما بين الحق والباطل. الأولى اللي هي قصة أصحاب الأخدود، والثانية وهي قصة هل أتاك حديث الجنود اللي هو فرعون وثمود، والثالثة اللي هي قصة ثمود. المشاهد الثلاثة دي يا أخوانا نجد فيها كفتين، كفة بالنسبة لأصحاب القلة وكفة لأصحاب الكثرة، أو طائفة القلة، طائفة أصحاب القلة وطائفة أصحاب الكثرة. القلة مستضعفة تحمل الحق، والباطل يصارع هذه القلة وقادر ومهيمن ومسيطر. المشاهد الثلاثة يتجمع فيها أهل الحق في كفة وأهل الباطل في كفة أخرى، لكن يا أخوانا الغريب بقى إن النهايات مختلفة، النهايات مختلفة، مع إن الثلاث مشاهد للثلاث أمم متفقين، حق وباطل متفقين، كفة الحق وكفة الباطل، إلا أن النهايات مختلفة. ودي درس عظيم جدا جدا، وهو إنك أنت تعمل للإسلام، تغرس للإسلام ولا تنتظر النتيجة، أن تقدم للإسلام والنتيجة عند الله، أن تبلغ والله سبحانه وتعالى عليه أن يصل بهذا البلاغ إلى الناس. فاكرين قصة سيدنا إبراهيم؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، وفي الحديث أنت عليك البيان ونحن علينا التوصيل أو البلاغ. يبقى أنت عارف أنك أنت بتغرس للإسلام، كل واحد منا بيغرس غرس لا ينتظر الثمرة. ده المفروض في أصحاب الدعوات ومفروض في أهل الحق، وفي دائما في مسيرة الحق تجد هذا. كثير من الناس غرسوا الحق ولم يروا الثمرة، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان قد بشر بفتح فارس والروم ولم يراها، مع أنه قد غرس الغرس. بشر بفتح القسطنطينية ولم يراها، مع أنه قد غرس الغرس. كل الصحابة اللي إجوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلفاء حاولوا أن يروا غرث أو ثمرة الغرث اللي غرسوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يروا، منهم من رأى ومنهم من لم يرى. تمام؟ إذن الموضوع أنك تغرس والنتيجة من عند الله. المهم أن تثبت على الحق مهما كانت قوتك، ولا تضعف أمام الباطل. أصحاب الأخدود دول ناس وقفوا أمام الباطل فاحترقوا في الخندق وفنوا عن بكرة أبيهم. والقصة الثانية قصة موسى، فرعون وثمود، انتصروا ونجوا بعد أن تصاعدت الأحداث بين قوم سيدنا موسى وقوم فرعون، ونجى الله موسى ومن معه من بني إسرائيل من فرعون، وأغرق الله فرعون في اليم. أما القصة الثالثة وقصة أصحاب ثمود هو قوم سيدنا صالح، انتصروا أيضا ونجوا، ولكن بعد معجزة غيرت الأحداث في لحظة كانت متوقعة ومنتظرة، وهو العذاب الذي نزل على الذين عتوا أمام سيدنا صالح عليه السلام. إذن النهايات مختلفة، لكن الموقف واحد، والغرس بالنسبة لك واحد، وقوفك مع الحق واحد، لكن في النهاية الله هو الذي يقدر النتائج، أنت عليك الغرس والله يقدر النتائج. الشاهد يا أحبابي أن الأمر، النهايات هذه يختارها الله، ولسنا نحن من يختارها. المهم أن نبقى ثابتين على أمر الله إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. وهذا هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وأصحاب الدعوات من بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.